ليه جالس الحال يهاجس مع صفر الدلال في مكان ما حتفكر الليلة يجي هذا تسجوني على حب زاهية الدلال في جمال عيونها والله ما به شبيه وجنتيها البيض نوع من أنواع الخيال. أوه غزل يا ولد. صح دنك استلم استلم. عندك أطوال عمرك في الأبيات قبل فترة قلت تعال يا ليل الحزن واكتب على صدري قصيد. ها مليت كابد ما بقى من وقت يلي ما بدا. طيب مليت هدي شوق القتال لكن ما يفيد اعرف قلبي مستحيل انه من الشوق يهدى يا كم تمنيت امنيه والله يفعل ما يريد. يلا عساني في دروبي ماشي لدرب الهدى معروف قلبي عند كل الناس قطعه من حديد مسكين قلبي بعد شوف الزين يا عالم غدا يا الحق قلبي يا حياتي لو تشوفينه بعيد قلبي يجي دايم معك مثل الخبر والمبتدا عاديت وقتي لاجل عينك والزمن عاده عنيد حاولت اعدل ما مضى للاسف مالي جدا تعال يلي زينك الطاغي عن العالم فريد اعرف زينك يا حياتي من قبل ما له مدى ما تدري اني بعد ما روحت مجروح ووحيد ان كنت تدري عادرك وان كنت ما تدري فدا الله الله سلام من واحد جات في الواقع اليوم يوم كلنا يقدم هيب تاع في المكان ما نيب والله زايد الحكي ولو المركز الاول ان شاء الله لابو هادي يا سلام الله تستاهل طيب دعني فداك يا الله انا فاك من توفي والله انك تستاهل اغلبنا ما يعرف اسامينا وكلنا نعرف عن نفسه هي ما لسه من عندك يلا اسلم يلا خلنا من هناك وش الذيب الذيب اعرفكم على نفسي يعني اسلم احنا بس معروف بالصوت يا ربي طول عمرك انا طال عمرك نواف ونعم نعم من عادي يا سلام يا سلام حلو اني والجروح
الشمال اسلم كم قام رياح من جنوب فجأة ولا اعطتنا مجال عصفها هز القلوب ناظر للموهبة ذي يا سلام شد بالله شد بالله انك مبدع ربما كان اجي لا والله انت وصلها ان شاء الله عاد الربع ربي يسلمني من جاي في الطريق خبرهم فرحان بثنا اليوم ها اجي من سبت الطريق اكلم مبسوط واعلم الشيبان اني خلاص البث اليوم حلو خلاص اليوم جو اليوم بثنا فوجهت يا ولد من مسار الطريق واكلمه وامشي ادرج على خفيف واكلمه دورته في المكالمه ما حلمت ولا علمت الا راح يعزكم الكلاب وراي وانا اخذ العيره يجيل ادعس البص والله من الخلعه واشمع في ذاك العقم والله العظيم يا رجال زين فرملت بعد والله العظيم من الخلعه تعرف الليل الخمت يا ولد مشكله اني ملتهي ومبسوط اعلم الموضوع اي والله الحمد لله يا رجال السلام طيب اشتركوا امور بسيطة الحمد لله اني جيتكم مبسوط والمعنوية عالية اي بالله اللهم لك الحمد اي والله زبانه ايش علومك؟ عساك طيب؟ 600 يا سلام تحلك طياره ولا موتر ولا ايش؟ الوالده موتر اسلع ساهر ما يمديه يسرع يا رجال اسلع ماشي الفجر ولا حد يدري اني على البث الحين الا اللي بيشوفني الحين اي والله وكيف المعنويه عندك؟ امورك زينه الله يوفقنا وياك اللهم امين عطنا شو اسمه ابو منصور الله لا يجينك ابي منك طلب تفضل ابي يصبري يا عيل لا تبكي يا سلام اسلم ابو منصور اصبري يا عيل لا تبكي سلام اعتنز يا قلب لا تنغم ما على وجه البسيطه زين والعبر في دور تاليام انثانا ودون الخوي صفين حطوا الانفس دار واحزام ذي حياه ابن ادم المسكين يا سلام لو فرش ريشنا عامنا يا سلام والله ما والله شاعر ومنشد لا والله هذه يا رب انا بقول ست شاعرها وعز الله اني احب القصيده احب اقول اسمها تقول الزله اللي ضيقت صدري وانا صدري وسيع من واحد ما كنت متوقع علي زلها لو انها مهم منها قلت شرهاتي يضيع لكنها جت من القريب واضرب الدله نويت اعديها لكن القلب عيو يطيع ادور المخرج الهوى واحلها وامل السلام سلامتكم صحة ابدانكم جرب طال عمرك مر عليك اسم شاعر عبد الله بن الهندي ونعم استاهل والله نعم لا عندكم شاعر يا عيال توجع لا والله شو اسمه اظلمه اظلمه لا والله مبدع له فتره طويله اسمه منيف الجراش منيف يا ولد يا عيال انا ظلمت والله يوم اني قلت توجع والله له فتره حسن يا طويل العمر ابيات الحلوه يقول قلبي اللي بلت به الله المستعان اي والله انك صادق يوم قابلنا برا كلنا كنا متوترين سلمنا عليه يا اخوي ثقيله وشعر يا ابو يا والله سلام حلوه وعنده اللي يقول ملابس بعدها انا بعد ما جتني رساله الحين اول شيء امانه قبل اقصاب حياك وشتمتي على الوالد هذا على تركيز ترى ابشرك اللهم امين يا رب دعوك ابشرك جت دعوك دعوك القصيده اللي يغنونها الغاوين